كشاب جزائري اول مره ننتخب، هذه اول مره زعما من ولايه سعيده، ونتمنوا الخير للبلاد ان شاء الله. انا كمواطن جزائري جيت نادي الواجب الوطني تاعي انتخابات باش نختار الرئيس المثالي للبلاد اللي يقود البلاد في سلام ان شاء الله، وجيت نعلم ولادي تاني يتعلموا يفوتوا باش يختاروا الرئيس للبلاد. والاجواء هنا في سعيده الحمد لله، وين تروح المكاتب كاع عامله وكاع الناس تفوطي. احنا كشباب نحافظوا على الوطن تاعنا وهذه بلادنا، ونتمنى ان شاء الله يكون كما خلوها لنا جدودنا، ان شاء الله بلادنا تولي كما ان شاء الله تزدهر. وتحيه الجزائر.